مزق السمانة إصابة مشهورة جدا، لو ما تعالجتش صح هترجع الإصابة دي تحصل لك تاني ومدة الإصابة هتطول أكتر. ففيديو النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نقدر نتعامل مع مزق السمانة من أول ما الإصابة تحصل لك لحد ما ترجع تمارس الرياضة بتاعتك تاني. فيلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. اول حاجه، المزق العضلي دوت معناه ايه؟ العضلات بتاعتنا عباره عن الياف عضليه بالشكل دوت. لو حصل فيها مزق، الالياف دي بتقوم مقطوعه، ممكن يتقطع جزء صغير منها، ودوت هيبقى درجه اولى او مزق من الدرجه الاولى. ودوت اخفهم بياخد من 10 ايام لحد 12 يوم عشان ترجع تمارس الرياضه بتاعتك تاني. الدرجه الثانيه بقى، الالياف العضليه بيتقطع جزء كبير منها، ودوت اثناء الاصابه ممكن تحس ان في طرقعه او في طقه حصلت في العضله، والعضله بقى بتبقى مكلبشه وما بتقدرش تحمل على رجلك خالص، ودي بتاخد من 16 يوم لحد 21 يوم عشان تقدر ترجع تمارس الرياضه بتاعتك تاني. الدرجه الثالثه بقى، ودي اشدهم، الالياف العضليه بتاع العضله كلها بتتقطع، ودي اصابه شديده جدا وبتحتاج تدخل جراحي، ومده التاهيل بتاعتها لحد ما ترجع تنزل الملعب تاني بتاخد 6 شهور. هنتكلم بقى دلوقتي عن الحاجات اللي تعملها لو انت جالك مزق من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه. اول حاجه، اول ما الاصابه تحصل لك في الملعب طبعا هتوقف اللعب وتحط كمادات ساقعه على مكان الاصابه لمده من 10 ل 15 دقيقه كل 3 ساعات. هتعمل الكلام دون في اول يومين بعد الاصابه، وتقوم لافف رباط ضاغط على مكان الاصابه بالطريقه دي كده. هتبتدي من هنا كده وتقوم لافف لفه بالشكل دون كده، وبعد كده تبدا تلف حوالين رجلك وتطلع لفوق بالشكل دون كده. وما تعوز بقى تعمل كمادات ساقعه، هتفك رباط الضغط دون وتعمل الكمادات وترجع تربطه تاني. الكمادات الساقعه دي هتعملها من بعد الاصابه على طول لمده يومين، وتحاول قدر الامكان في اليومين دول برضو ترفع رجلك على حاجه عاليه، ما تقعدش ورجلك مدلدله لحد ما الورم دون يقل، وتاخد بقى راحه لحد ما الالتهابات ويحصل التئام في العضله بتاعتك. ومده الالتئام دي هتختلف بقى زي ما قلنا على حسب درجه الاصابه عندك. وممكن خلال الفتره دي نعمل تقويه لعضلات الحوض وعضلات الفخذ. العضلات دي ما فيش منها اي مشكله خالص ان احنا نقويها من دلوقتي لحد ما عضله السمانه تلحم، عشان مثلا انت في الفتره دي مش هتبقى بتحمل على رجلك كويس او مش بتحمل على رجلك خالص، فعضلات الفخذ وعضلات الحوض بتاعتك هتضعف. فمهم جدا في الفتره دي نقوي العضلات دي، وهنقوي العضلات دي بثلاث تمارين. اول تمرين هتنام على ظهرك وترفع رجلك لفوق بالشكل دون كده 3 في 10. التمرين الثاني هتنام على الجنب السليم بالشكل دون كده، وتقوم رافع رجلك بالجنب كده بالطريقه دي 3 في 10. التمرين الثالث هتنام على وشك وتحط اي مخده تحت الحوض وتبدا ترفع رجلك لفوق بالشكل دون كده برده 3 في 10. الثلاث تمارين دول مهمين جدا، ممكن مثلا نعملهم بعد 3 او 4 ايام من الاصابه. واول بقى ما عضله السمانه تلحم وتاخد الفتره بتاعتها، نبدا بقى نعمل البرنامج التاهيلي ليها. واول حاجه هنعمل كمادات ميه دافيه على العضله لمده 10 دقائق، وبعد الكمادات الدافيه دي هنعمل مساج خفيف على العضله بالطريقه دي كده لمده 3 دقائق. وبعديها نعمل اطاله خفيفه لعضله السمانه، هتجيب ملايه او فوطه وتقوم شادد مشط رجلك عليك خفيف بالشكل دون كده وتثبت 20 ثانيه. وتمرين الاطاله دون يكون خفيف ويكون برضو في حدود الوجع اللي انت تستحمله، ما تضغطش على نفسك قوي. هنعمل التمرين دون كده ثبات 20 ثانيه وتريح 20 ثانيه، هنعمل كده 3 مرات. بعد الاطاله دي هنجيب استك مقاومه زي دون من اي محل ادوات رياضيه، ونبدا نلف حوالين رجلينا بالشكل دون ونعمل به التمرين ده. هتاخد مشط رجلك عليك بالشكل دون كده، هتعمل التمرين دون 3 في 10. التمرين اللي بعده برضه باستك المقاومه، هتمسكه بالشكل دون كده وتلف حوالين رجليك وتبدا تحرك مشط رجلك المصاب لبره بالشكل دون كده، هتعمل التمرين دون برضه 3 في 10. التمرين اللي بعده برضه باستك المقاومه، هتزق الاستك لتحت بالشكل دون كده، وتكون المقاومه خفيفه بالذات في التمرين دون، ما تزودش المقاومه قوي، لازم تكون مقاومه خفيفه بحيث ما يكونش فيه اي الم او اي حاجه وانت بتعمل التمرين. هتعمل التمرين دون برضه 3 في 10. قدام شويه بقى لما تبدا العضله تبقى كويسه، هنبدا نعمل التمرين دون على الارض. هترفع مشط رجلك وانت واقف على الارض بالشكل دون كده، وتطلع وتنزل، هتعمل التمرين دون 10 عدات 3 مجموعات.
لقيت التمرين سهل ومفيش فيه اي مشكله خالص ومفيش فيه اي شكه او اي وجع في العضله، هتبدا تعمل على رجل واحده خفيف بالشكل ده كده، هتعمل برضو التمرين ده 3 في 10. بس خلي بالك التمرين ده طبعا في المراحل الاخيره خالص. اخر تمرين معانا بقى هو تمرين الاتزان. لازم نهتم بالتمرين ده جدا. هتقف على رجل واحده بالشكل ده كده وتحاول تحافظ على اتزانك. عرفت تعمل التمرين ده كويس ومفيش فيه اي مشكله، هنصعبه اكتر، هتجيب مخدتين مثلا كده وتطلع عليهم وتعمل برضو نفس التمرين. عايز تصعب بقى اكتر بقى ممكن تعمل التمرين ده على البالانس بورد او على الترامبولين بالشكل ده. التمارين دي بقى انت اتقنتها وما بقاش فيها اي مشكلة، قبل برضو ما ترجع تمارس الرياضة تاني وتلعب ماتشات، في بقى شوية تمارين اسمها بليومتريك اكسرسايز، زي مثلا الدريبلينج والجامبات، كلها تمارين زيادة احمال قبل ما ترجع تاني تمارس الرياضة بتاعتك. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص. اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد. لو استفدتم من موضوع النهاردة ما تنسوش تعرفوني في الكومنتات تحت، ولو حد عنده اقتراح لاي مواضيع تانية عايزنا نتكلم فيها ممكن برضو يعرفني في الكومنتات. ولو استفدت طبعا من فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجه بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحه والسلام عليكم.